السوق دوار نبيل تابعين لعين الشق. مكرهناش اختي هاد المرضي حيد، مكرهناش حتى البديل ديال هاد السوق هاد، والله ما نكثر عليك حتى الناس دراو واش كيخرجوا يتزاحموا فهمتي، مكرهناش شي واحد اللي غيسير السوق هاد فهمتي. المهم بالنسبه لكم واش واعيين بخطوره هاد الوباء؟ كاين اليوم حنا جاوتكم حنا دا عارفين داكشي، ولكن بعسين بالسين مسين بعضياتنا فهمتي، ما واقفين كل واحد واقف بعيد، والناس ما بقاوش كيخرج، الناس ما بقاوش كيخرجوا ولاو مخلوعين بزاف. هنايا الناس مش واعيين، واعيين كاين اللي عارف الخطوره وكاين اللي ما عارفش فهمتي، هذا هو الواقع. والناس واش كدايرين؟ كاين اللي دايرهم وكاين اللي ما دايرهمش، كاين اللي عادي عدو دايرهم مولفهم وكاين اللي ما مولفش يديرهم. وبالنسبه لك انت كبائع باش كتنصح الناس؟ كنصحهم بالكمامه انا خش فهمتي، حيت المرض ضروري فهمتي، راه كاين المرض فهمتي، ما نكذبوا ما والو، كاين المرض حنا ما كرهناش بنادم، كلشي يدير الكمامه ويتعاونوا مع بعضياتنا ونحيدوا هادشي كامل. والله ما نكذب عليك اخشي، هادشي من القلب ماشي من الفم، من القلب والله ما نكذب عليك. وبالنسبه لك انت كمواطن يعني كتشوف الناس كيجيو هنا بزاف السوق هذا كيتزايدوا الحالات؟ ما فهمتش اخشي، كاينين هنا ولكن ما بغاش يدخل لي عقلي، ما كاينش هنا عندنا المرض، ما فهمتش انا هادشي اللي ما بغاش يدخل، كاين الناس وكاين التخالط فهمتي، ما كاينش عندنا المرض ما فهمتش. هنا في هذه المنطقه ما كاينش والو بصفه نهائيه، بصفه نهائيه حيت كاينين حيت كاينين هاد الناس الدراوش بحال قلتي بحال قلتي الله حافظهم وصافي، والله ما نكذب، وكاين اختلاط بزاف فهمتي، والناس كاين اللي واعي وكاين اللي ما واعيش فهمتي، كاين اللي عارف خطوره الامر وكاين اللي ما عارفش، غادي مسكين ما كاين اللي كبير في العمر ما مسوقش هادشي، هذا هو اللي كاين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.